ناخد فاصل وبعدين ارجع اتكلم بقى في بقية الاخبار اللي عندي، وبعد كده استقبل ضيوفنا ان شاء الله اللي هيكونوا موجودين معانا. معرفش، انا هقول معلومة، مش هقول اكتر من كده، انا هقول معلومة. الفرق اللي بتلعب في بطولة كأس العالم للأندية هي الفرق الفائزة بدوري أبطال إفريقيا. مرة تانية، الفرق التي تلعب في كأس العالم للأندية هي الفرق التي تفوز في أفريقيا، يعني هي التي تفوز بكأس ببطولة دوري أبطال إفريقيا. يعني السنة دي النادي الأهلي بيمثل مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، هو ونادي الزمالك. النادي الأهلي المرشح الأول لهذه البطولة، النادي الأهلي فاز بهذه البطولة، إذن النادي الأهلي في العام القادم إن شاء الله لو ربنا كرمنا وقدرنا نفوز بالبطولة الأفريقية هنلعب في كأس العالم للأندية. معرفش دي معلومة، أنا بس حبيت أقولها، إن الفرق اللي بتلعب في دوري أبطال إفريقيا وبتفوز بدوري أبطال إفريقيا خلال منذ بداية كأس العالم للأندية، والحمد لله تشرفت إن أنا ألعب مرتين في كأس العالم للأندية، منهم مرة كانت من أفضل المرات اللي لعب فيها النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، ووصلنا لثالث العالم. فأنا اللي أنا أعرفه أو المعلومة اللي عندي إن الفريق الذي يفوز بدوري أبطال إفريقيا هو الذي يكون متواجدا في كأس العالم للأندية. ده معلومة يعني حبيت أقولها لحضراتكم. وبعدين احنا اهلاويه كاهلاويه يعني بينا وبين بعض بقى، بعيدا عن انا موجود في لعبنا يعني لعبت او ما لعبتش في كاس العالم للانديه، ولكن احنا كاهلاويه شفنا كاس العالم كتير، يعني كاس العالم للانديه كتير، 5 مرات بس يعني. فبقول لكم المعلومه دي بس بناء على ان احنا يعني ايه عندنا خبره شويه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وعندنا مش انا بتكلم عن النادي الاهلي يعني، وعندنا برضو خبره في كاس العالم للانديه. خلينا نطلع فاصل بعد هذه المعلومة المهمة بالنسبة لناس كتير، وبعد هذه بعد المعلومة دي هطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع بقى اتكلم عن اخبار النادي الاهلي، وان شاء الله بكرة ربنا يكرمنا ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز على نادي بيراميدز ويصعد الى دور الثمانية في كأس مصر. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل اخبار النادي الاهلي.